دادي نايم وخلوده نايم، ما بدي طالع أصوات عشان ما دادي يفيق، بس بدي فيق خلوده أنا لأنه يلا. صحيح، قبل ما بلش لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لنا لايك، ها لا تنسوا اللايك. هلا يلا نبلش. بسم الله، نفيقوا على مهلنا، ما بدنا نرحبه. شوفولي هالكركبة خلودة. صح النوم خلودة. ليكو شلون مو قدران يفتح عيونه؟ ما بدك تروح المدرسة؟ خلودة يلا قوم خلينا نروح ونلبس ونصحصح يلا. كتير بالك توقع عمل. لساته أخذوا النوم لخلودة، مو قدران ياخذ ويعطي، خفت عليه يوقع لأنه مو مصحصح. ما بدي روح على المدرسة وما أشوف رفيقي. خلودة رح يصير عندك رفقات غيره، وبعدين رفيقك فيك تشوفه بالفرصة والباحة، أوكي؟ ما بعرف، لنشوف. جايز، هلا وقت اللونش بوكس؟ هذا أحلى جزء عندي باليوم اللي بدي روح فيه على المدرسة، إنه ماما تحط لي لونش بوكس. ماما حطت لي برجر بأول وحدة، والتانية كوكيز. أنا هذا على ذوقي، ها أنا طلبته منه، بحب الكوكيز بالمدرسة. مزبوط، وبتالت علبة حطيت له شوية جزر وخيار، إن شاء الله ياكلون. بس أنا لازم حط له، خليه يحاول. خلو ده آخر علبة، شو بدك فيها؟ ماما حطي لي كرمانتينا. أمك ليش ما عم تحاكينا؟ لك يقبشني المهضوم، طالع لأمك تقبشني. تعال افتح لك شنطاي، هلا نحطهم ونصفهم. خلودة بتاكلهم كلهم، ها ما بدي ترجع علبة فاضية، اوكي؟ يعني ما بوعدك، بس بحاول قدر استطاعتي. يلا خلودة صار لازم نلبس ونجهز حالنا للمدرسة. تعال هون. يلا هي شنطاي خالد، بحط بقلبها. ماما اكتبي لي اسمها على القنينة مشان ما تضيع. هذيك المرة، هذيك السنة كانت تضل تضيع ورفقات يكونوا حاملين نفسها، فبليز اكتبي لي اسمي. اوكي تعال نكتب لك اسمك هون. اسم خلودة. Have you checked your phone when she was a tongue? Yeah. خالد. افتح له شو؟ في هون مقلمة، بس لهلأ معتازة. حط له مقلمة، محاية وقلم صغير، لساتها كمان هي حق عليها. ماما رح طالع تيابي، اوكي استنيني لحظة لقلك رح طالع. يلا باي ماما، يلا باي، انا ما بدي اروح على المدرسة، انا ما بدي اروح ما اشوف رفيقي. يلا ما بدي. ماما يلا تعال. تركيني هون ماما بليز، ما بدي اروح. لك يا عمري خلودة، بس اول يوم صعب، بكره بتلاقي رفقات جديده، ورفيقك رح تضل تشوفه بالباحه، ورح تصير تحب تروح على المدرسه كل يوم. يلا البس لشو. يا ربي يلا رجعت تحمست مامي، شكرا لكلماتك يلي بتشجع. شوفوا اليونيفورم تبعي جايز، انا بلبس لحالي، مامي بس بتساعدني بالبنطلون والجرابات وبالكنزه، انا بعمل الزرار. ماما ما جبتي لي الجرابات. لك يلا خلودة، هاي الجرابات معقول ابعتك يعني بدونهم؟ لازم تتعلم تلبسهم لحالك، لسا انا بدي لبسك ياهم على طول. تعال هون يلا، صرت جاهز؟ صفي علينا شنطايتك خلودة. لك ماما نسيتي شغلة مهمة، تعلقي لي الهاجي واجي. وشوفوا جايز، نفس لون اليونيفورم تبعي تبع المدرسة، لونه بيربل. بنتو خلودة يعلقها.
مو هيك؟ وهون بيلعب بالباحة. يلا خلودة يلا فوت. وصلنا على صف خلودة. خالد يلا قلي باي. باي خالد. يلا فوت على صفك. باي. وانا هلا وين يا حزركون؟ مزبوط، انا هلا راح اجيب خلودة. تعالوا سوا نشوف كيف كان اول يوم مدرسة لإله، لأنه كان كتير خايف من أول يوم وآكل هم صف جديد، رفقات جداد، وخصوصي إنه رفيقه. أنا ليش هيك أتصور بعمل هيك؟ خلودة اليوم راح على المدرسة كتير هيك آكل هم وخايف، لأنه رفيقه البيست فريند تبعه انتقل وراح على صف تاني، فهذا الموضوع كتير هيك زعله، لأنه يعني كانوا كتير قراب من بعض. فيلا نروح نجيبه ونشوف كيف كان أول يوم مدرسة لخلودة. ماما اشتقت لك، وكان نهار بيطير العقل. كتير انبسطت وتسليت وشفت رفيقي ريشاد بالباحة. يا الحمد لله شفت خلودة انه كان معي حق. شو هي اللي بايدك؟ شو عامل؟ انت عملتها؟ واو، هات خلودة، مالك قدران تحملها؟ واو شوف شو راسم. هي رسمة خلودة. هذا تلوين، انا فكرته هو رسمها، طلع التلوين. خالد وينو خالد؟ شفتولي خالد؟ عليكو خلودة. هربي اياكو. الآن سألعتهم. خلودة عم يرجع، الآن سألت لهم رجعوها. برافو خالد، رجعتها؟ يلا نروح. ماما اشترينا هالشوكولات بعدين نرجع على البيت بليز. اوكي خلودة يلا نروح نشتري. وافقت. بدك هاي؟ اوكي. ورجيني. يلا خدها. حاليا قاعدة وعم بستنى خلودة لحتى يخلص اكل بسكوت، وهلا راجعين على البيت نورجيكم شو اشترينا وشو بيعمل خلودة بس يرجع من المدرسة. يلا روح غرفتك خلودة. شو بدنا نعمل اول شيء؟ يلا روح. يلا تعال جيب لك بيجامتك. اعطيها وهدوء. يلا خلودة هاي بيجامة. يلا خالد قوم البيس، قوم. Guys I'm gonna wear my clothes. 3 2 1. خلودة لبس بيجامته بالحركة السحرية. قوم غسل. يلا لك تعال هون غسل. Guys let's wash myself. يلا غسل ايديك ايديك. برافو خلودة برافو. تعالوا نفتح الشغلات الجديدة. First let's open this. يا عيني هاي اجت لخلودة يمكن غطا مخدر. هاي هي. شوفها. لا عم يضحكوا علينا. شو هاي؟ شوفوا قال هذا مفك، هذا ما بعرف شو بتسموه، والله أنا ما بعرف شو اسمه كمان. فك فاحص. خلودة بدي عقلك، بدي أفحص لك عقلك. شوفي بقلبها. إيه شو طلعت طالبة وشوش مخدات ومالي دريانة. هاي هي. كيسة حلوة.
شوفوني انا عم طقطق جايز. يا حاجه طقيتها كلها. هي هي الطاوله. اكلت كل شيء حطيت لك اياه باللونش خلوده. ما بتعرف؟ انا هلا بشوف. تعالوا نشوف خلوده شو اكل باللونش بوكس تبعه خلوده. ماما انا بورجيكي طولي بالك، هلا انا بفتحها وبورجيكي شو اكلت. بس لا تعصبي، شو فيها؟ هي اكلت البرجر كله يا عطا. لا مو كله، صفيان لسه ما اكلتها. لك ليش ما اكلتها؟ مو طيبه؟ ليش ما اكلتها؟ tell me why. Because I was late. I want to follow a shot from break. اه اوكي. After lunch is break. لانه طولت بالبريك، ما بدك تتاخر، بدك تروح تلحق رفيقك. هو عم يقول ما اكلها. ما لك اكل غير البرجر وصفيان منها كمان. الخلوده مو اكل غير البرجر هيك. وهي لا هي فتحناها. هي نسيت شو حطيت له فيها. لك شو اكل ماما؟ ما اكلت شيء. هلا صار وقت جهز اكل لخلوده، وعامل ملوخية ورز. هو مو حابب ياكل غير الرز، حتى اقترحت عليه اعمل له اكلة تانية، ضل مصر على الرز وحط له عليه ليمون. لك حتى قلت له خلوده امشي حط لك رز شوية سلطة جنب الرز كمان. ما قبل كتير بيعذبني باكله. شوفوا هاي الرز، هاي الملوخية الملوكية، يا حرام روحها عليه. وهي الرز، وهي بده ليمون عليه. ولا مرة شفت حدا هيك بياكل؟ بده ياكل معك هاجي واجي؟ يلا. فيش هاجي واجي ويت. يوم 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 يوم. يلا خلو داكو. صحتين وهنا. طيبة. كتير طيبة. يلا كلها كلها اوكي؟ صحة وهنا. نفتحها نشوف شو بقلبها. شكلها كتير طيب. المهم طلع لنا هاي شوكولا. Yeah, got the spoon. هاي طلع لنا كيندر. طلع لنا that chocolate sprinkles. ماما. No. Can you eat that? إيه هلا بدي أعمل لك مشروب سحري. No. Okay. No this. إيه هلا بدنا نحطه بقلب الشوكولات. So what we need? هاي الكاسة. هلا بدنا نحط فيها ايس كريم. It looks like an ice cream milk shake. عن جد؟ Yeah. عندي هذا الايس كريم. Would you just dropping at me? هلا بدي احط له لخلوده ايس كريم هون. هلا لحط هاي دايبه بس ما بيأثر، هنا حاطين شو ما بتكون. انه نوع ايس كريم بيمشي الحال. اي. بس ما بيأثر. طلع لخلوده عليها هاي اوريو ايس كريم. يم يم. هاي اوريو بقلبها ايس كريم. تمام ماما. هاي منظر الديكور. رح نحط الكيندر وهدول والسبرينكلز. نو اوكي خلوده كله نحطهم. يلا خلوده صارت جاهزه. طيبة؟ صحة وهنا. يلا خلودة بدك تفرشي اسنانك عنه. يلا برافو خلودة. يلا حاجة هلا بدنا ننام مو هيك؟ شوفوا هذا بالأرض. يلا ليش خلودة أنت بتنام بهاي القرنة؟ I like it. ليش شو الفرق بين هون وهون؟ أه يلا تصبح على خير. تصبح على خير. Love you.
هات بوسة. Bye guys. See you next video. Bye. Bye. يلا نوم.